الزميل أحمد فاروق تابع لنا أجواء هذه المباراة المصيرية للمنتخب المصري من كوت ديفوار. نتابع. تحياتي من أبيجان وبالتحديد من أمام استاد فيليكس هوفي بواني، مقر جميع مباريات منتخب مصر في الدور الأول لكأس الأمم الأفريقية 2023، وبطبيعة الحال مباراة اليوم الحاسمة أمام منتخب كاب فيردي، والتي إن شاء الله تكون في صالح المنتخب المصري وتؤكد تأهله إلى دور 16. الأجواء هنا طيبة للغاية، وعلى صعيد الطقس هي أفضل كثيرا من الأيام الماضية، وبالتحديد من الجولتين الماضيتين موعد مباراتي موزمبيق وغانا كانت الأجواء صعبة، الرطوبة عالية جدا، الرطوبة ما زالت عالية لكن بنسب أفضل، وهذا مبشر إن شاء الله. حافلة المنتخب المصري دخلت إلى أرض الملعب منذ دقائق، والمعنويات جيدة للغاية، واللاعبون في حالة ممتازة مبشرة إن شاء الله بمباراة تكون أفضل مباريات منتخب مصر في الدور الأول. روي فيتوريا أعلن تشكيله للمباراة: محمد الشناوي في حراسة المرمى، محمد هاني، محمد عبد المنعم، أحمد حجازي وأحمد فتوح في خط الدفاع، في خط الوسط مروان عطية، حمدي فتحي وإمام عاشور، خرج محمد النني من التشكيل الأساسي كحال طبعا محمد حمدي وعمر كمال اللذين شاركا أساسيان في المباراة الماضية، وخرج طبعا محمد صلاح بطبيعة الحال جميعنا يعلم أنه مصابا، يحل مكانه زيزو في الجناح الأيمن وعمر مرموش في الجناح الأيسر ومصطفى محمد في كمهاجم صريح في تشكيل منتخب مصر. بتتواجد طبعا أعداد كبيرة من جماهير نيجيريا وغينيا بيساو، لأن الملعب ذاته استضافة، ويعني انتهت منذ دقائق مباراة نيجيريا وغينيا بيساو بحكم أن مباريات الجولة الأخيرة تقام في نفس التوقيت، أقيمت هنا في استاد فيليكس هوفي بوني مباراة غينيا بيساو مع نيجيريا في نفس توقيت مباراة كوت ديفوار أصحاب الأرض مع غينيا الاستوائية في استاد لسان وطارة أيضا في أبيجان، وبالطبع في نفس توقيت مباراة مصر تقام مباراة غانا مع موزمبيق في ختام الجولة. أعداد الجماهير المصرية ليست كبيرة للأمانة كحال المباراتين الماضيتين، لكن هناك دعم عربي مميز، الجالية اللبنانية المتواجدة بقوة هنا في أبيجان تدعم المنتخب المصري باستمرار، وكذلك الجاليات المغربية والجزائرية أو حتى الجماهير التي جاءت إلى أبيجان وتتحرك منها إلى مدن مختلفة لمؤازرة منتخبي المغرب والجزائر، وكذلك طبعا برضو بعض الجماهير التونسية التي تفعل الأمر ذاته. أجواء طيبة كما قلت ومبشرة إن شاء الله، وستستمر متابعتنا عبر شاشة القاهرة الإخبارية بعد المباراة إن شاء الله تكون، ومنتخب مصر متأهل بشكل رسمي إلى دور 16 في كأس الأمم الأفريقية 2023.